السلام عليكم، اسمي نوار يونس، عمري 20 سنة، عامل نظافة، أمارس رياضة أكروبات وكاليسينيكس منذ 8 سنوات، وبجتني فكرة باش نمارس الرياضة تاعي في العمل تاعي. سيد درت لقطة، وكاين بزاف تعيبات تخش عجبتهم، يضحكوا لي يفرحوا معايا، وليت واش ندير؟ كل ما نتلاقى بهم ندير لهم. سيكون الناس كل يوم يسولوا يستناوني، دايا صغار يستناوني باش يشوفوني. هيا ولات والفت، كل ما اشوفهم ندير لهم بدل الناس يفرحوا. وانا كل ما ندير اللقطات هكايا كاين عباد يستناوني. رحت سيد كاميراني، بعد العشيه بعثوا لي صحابي قالوا لي الفيديو تاعك ودير حاله باك شتو. ما امنت، عباد بزاف شافوني، عباد بزاف بارطاجوها، عباد بزاف. رسالة للشباب تاعنا، مثل ميساج، ما تخلوش خدمات تعترف مع السبور. يكون عندك شويه وقت صغير وطريني فيه، يعني بزاف يقولوا ما عندناش دراهم غير نوطريني، البلاد تاعنا ما عطتناش واش ندير في هذه البلاد. هذه الرياضه اللي حل صحتك تاعك، فهمت كيفاش؟ تقدر في الغابه توطريني، في البحر توطريني، فهمت كيفاش؟ سيك يكون عندك شويه وقت صغير بروفيتي فيه. هو زيد في المهارة تاعي في الرياضة تاعي، إن شاء الله ندخل في عروض وطنية ولا دولية، نفرح والدي هما الصح. بالك كي نطلع وكلش قادر ديجان يشوفوني هكايا يقول لك يتبعوني، يقول لك ندير كيما هذايا.